أهلاً كيف الشخص؟ الحمد لله. اليوم راح أحضن عائلة أنس الصالة وسامة مروة. طيب كيف راح تحضنهم وليش راح تحضنهم أصلاً؟ شباب بعد ما خلصنا السلسلة حقت أحضن 30 مشهور، كثير منكم طلب مني أني أحضن أسامة مروة وعائلة أنس الصالة، فعشانكم متابعيني من عيني هذه قبل هذه راح نحضنهم. بس أول شيء جاي نعرف هم وين. قاعدين تسألوني كيف راح تعرف هم وين أصلاً؟ أسامة بدبي وعائلة أنس الصالة بأمريكا، فيمكن أنهم بالأردن ما أدري. فخلينا ندخل إنستغرام حق أسامة مروة ونشوف. ايوه زي ما قلت لكم ممكن بالاردن وهم بالاردن، اسامه وانس واصاله منزلين ستوري وانهم بالاردن عمان. طيب ما دام بالاردن عمان في احتماليه يمدينا نقابلهم صح ولا لا؟ خليني اروح اشوف حسابات انس واصاله، يمكن منزلين شيء الفندق حقهم او وين ساكنين. فبسم الله نروح عند اصاله. فاصاله اصاله منزله انهم بالفندق زي ما تشوفوا، فهم الان بالفندق. ما ادري ايش هو الفندق هذا الصراحه، بس خلينا نحاول نستكشف. طيب اصاله مو مبينه ايش الفندق، خلينا نروح عند انس نشوف انس ايش منزل. انس مسوي نفس الصورة حقت اسامة مروة. نشوف سناب شات، دور سناب شات. اوكي ايش لا، ندخل سناب شات وندور يمكن اسامة منزل ستوري او سناب شات او اي حاجة. فبسم الله نشوف. الله الله اصالة يا عيني. الله شوفوا دائما غرفة اصالة وانس فيها تظبيط اكسترا. يا عيني يا سلام. قول بسم الله. اوكي اصالة كبسي كبستين على الكاميرا بسرعة بسرعة كبسي كبستين. لحظة لحظة نروح عند انس. دقيقة يا عيال، مكتوب بالشاشة اللي ورا زي ما تشوفوا مكتوب اسم الفندق. عرفت اسم الفندق بس ما راح اقول لكم ايش اسمه، ما نسوي اعلانات ببلاش. ايميل الاعلانات تحت في الوصف. بس نبغى نعرف هل هم موجودين بالفندق ولا لا؟ ايش نسوي؟ اتصل على الفندق. اتصلنا على الفندق وقلتهم هل عندكم ناس اسمهم عائلة انس الصالة واسامة مروة؟ فقال لي انا ما اقدر اعطيك ولا معلومة عن اي شخص نازل عندنا بالفندق، فما تقدر تسوي ولا شيء. وانا قلت ما في شيء يوقفني، راح اجرب حظي واروح عند الفندق، اذا لقيتهم لقيتهم، اذا ما لقيتهم عاد شكر الله، امشي حاولنا. بسم الله. احنا الحين باقي لنا 20 دقيقة ونوصل، ما ندري اذا هم الحين موجودين ولا مو موجودين، فان شاء الله راح نروح نشوفهم ونحضر نظنهم نسلم عليهم زي ما طلبتوا. اي شيء عشانكم ويلا بسم الله. وصلنا الفندق. اللي بيعرف كيف عرفت الفندق، اول شيء لازم ندخل. اتوقع يقول لي سكر الكاميرا، والله ما ادري من وين ادخل اصلا. من وين ندخل الفندق؟ والله ما نعرف. الفندق كيف اقدر ادخله؟ ولا تنسى تتابع المقاطع اللي راحت لاني حضن 30 مشهور قبل انس وصاله واسامه مروه. نخش، انا ما ادري اذا هم موجودين ولا لا بس راح نحاول. يعني انا يمكن استنى 70 ساعه هذا المدخل. السلام عليكم. جاي ازور ضيوف بالعربي. نزلين عندكم عشان نصور معاهم. ودخلنا يا شباب بسم الله. بعد ما دخلنا جاني المدير الفندق بنفسه، قال لي ليش شايل الكاميرا وايش قاعد تسوينا وايش تبغى؟ قال لي رايح اتاكد اذا هذول موجودين عندنا بالفندق ولا لا. نزيل عندنا يعني؟ نزيل عندكم، بس انا ما بعرف اذا هم موجودين هسه ولا لا لان اوكي. طيب يا شباب، انا وصلت تمام، وبعد ما شفته لي ساعه قاعد اتكلم معاهم. السكيورتي الزبده قال لي غير كلامهم، قالوا مو موجودين. تمام هم موجودين انا عارف تمام، فمش عارف ايش اسوي. هم برا الفندق الحين، اتوقع اني راح استنى. والله يا شباب انا ما توقعت اتجحفل زي كذا. ان شاء الله ان شاء الله راح نسويها يا شباب صدقوني. الله شكله حنط يا شباب، نخش ام الفندق. انا قاعد استنى لين ما يوصلوا عند البوابه، اذا وصلوا وصلوا، اذا ما وصلوا كانت محاوله جيده. بدنا نشوف المقطع هذا. هيا يا شباب. طيب يا شباب اللي ساير الحين انه ما راح ندخل وليسا قاعد استنى. معلش على المخاطره هذه، بس والله كان ودي اسوي لكم محتوى. خربت علينا. ممنوع شباب، ابشركم اتطورت الخطه ودخلنا تقريبا، فملاقينهم اليوم. واي شيء عشان متابعين يا شباب اساسا ما يشوفوني انا زابل. فعشان كذا مقرب الكام. طيب يا عيال هذه السياره السوداء كنت احسبهم هم، بس ما طلعوا للاسف. ما ادري ايش اسوي، استنى للحين. فشكر الله صدق اصور زي كذا لين ما تضبط عشان اوريكم قد ايش انا بعاني. شباب ابشركم لقينا واسطه وحين حندخل. يا اخي يسعد ام الوسطات، اليوم مصورينها. اشكركم شباب، حتى الواسطه ما نفعت، رفضوا انهم يدخلوني حتى مع واحد بالفندق. يخرب بيتهم، كانهم يقول لي انت رجال سويها. شباب انا مصورها غصبا عني. اتوقع انهم هم وصلوا، ما ادري السياره هذه حقتهم. خلينا نشوف ونقول انهم هم. اتوقع انه هذا انا واسامه ومروه، فما ادري زي ما تشوف السياره. هذيك السيارة اللي هناك، هنا نشوف إذا هم ولا لا.
فبدون ما أحد يعرف خلينا نشوف. فأتوقع إنه لا مو هم مو هم مو هم مو هم حسبت مو هم. شباب الفندق أهلا. الفندق مشخصنها فندق مشخصن أمها بيقول لي فوته ما فيش تفوت يا عم. طيب يا شباب أبشركم زي ما تعرفوا وصلنا الساعة 9 إحنا صح 8:43 ساعة 10:43 مرت ساعتين. ايش في شكله مصر مسوي لي فولو انستغرام يسوي لي ايه يا عيال الساعه صارت 12 قال لي 9 ساعات استنى 4 ما راح استنى زياده. شباب انا مصور امها اليوم مصور. طيب يا شباب ابشركم هم جايين في الطريق المفروض. كيف عرفت؟ والله يا شباب اخبار طبعا الله يسعدهم الشباب اللي اعطوني اياهم. اذا قد تابع المقطع انت شكرا. حلو سيارة 46 دينار. أهلا وسهلا يا شباب باقي لهم نص ساعة ويوصلوا. كل عيونكم وحبكم. وصلوا وصلوا يا شباب أخيرا. السلام عليكم كيف الحال؟ هلا والله الحمد لله تمام حبيبي. ايش تبغى تقول اليوم؟ أقول كيفكم شو أخباركم؟ ايش اسمك؟ ريان. ريان شديد. أوه ريان شو أخبارك؟ والله الحمد لله تمام تمام يعطيك العافية. تدري كم ساعة؟ هي 4 ساعات قاعدين الساعة 8 يعطيك العافية. يا حبيبي يا صاحبي هلا فيك بالتوفيق بالتوفيق. هاي كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام تمام والله تمام. كيف حالك؟ ان شاء الله كلش تمام. ايش حاب تقول لليوتيوب؟ عندك قناه انا بسوي يوتيوب الحين بسوي سلسله. اهلا 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 والله الحمد لله. هلا والله الاسم الكريم ريان شديد. ريان يا حبيبي ريان حبيبي مسوي سلسله في كانت احضن 30 مشهور. اوكي اول انا احضن 30 مشهور اول واحد كان ابو فله. اوكي تمام فانتوا الحين حتكونوا اخر ناس وهذا حيكون اخر مقطع. واحد اثنين ثلاثه. ثانيه بس ايش تبغى؟ هاي انا اسمي اصاله. اوكي بس ونعسانل. والله يعطيك العافيه والله شكرا كثير والله انا اسعد حبيبي يعطيك العافيه ان شاء الله عليك ان شاء الله. I love your shoes يا حبيبي والله شكرا. تدري اني لي 5-8 من الساعه 8 هلا عملوا لي صار لك قد ايه 5 ساعات صرت 5 ساعات حبيبي يسعد هو هاي المنتاليتي اللي بتخليك تنجح يا رب فان شاء الله يا رب هذا الاكبر وتكبر وتصير من الاهم في العالم. يا حبيبي شكرا انا يا حبيبي والله شكرا حاضر حبيبي حاضر اكيد ثانك يو شكرا شكرا انس سلام سلام سويناها شكرا لك.